مين فينا مصحيش الصبح على صوت تلاوة صاحب الحنجرة الذهبية في إذاعة القرآن الكريم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واللي تربى على عرش دولة التلاوة؟ اسمه الحقيقي عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود، اتولد يوم 1 يناير سنة 1927 في إحدى القرى التابعة لمركز أرمنط بمحافظة إنا. نشأ في بيت قرآني جده من أبوه هو الشيخ عبد الصمد من الحفظة المشهود ليهم في حفظ القرآن الكريم، وجده لأمه هو العارف بالله الشيخ أبو داود المعروف بمدينة أرمنط. دخل الشيخ كتاب القرية وهو عنده 6 سنين، ولما كمل 10 سنين حفظ القرآن كامل. جمع قراءات القرآن الكريم على إيد العالم الأزهري الشيخ محمد سليم حمادة، وكانت أول حفلة قرأ فيها الشيخ عبد الباسط القرآن كان عنده 14 سنة وخد أجر 3 جنيه وقتها. كان الشيخ عبد الباسط متأثر جدا بالشيخ محمد رفعت، وكان بيقول عنه: كنت بمشي مسافات طويلة جدا تصل 5 كيلومتر علشان أسمع القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، وده من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة. سافر الشيخ عبد الباسط القاهرة وهو عمره 27 سنة، ودخل إذاعة القرآن الكريم في نهاية سنة 1951، وتعين قارئ بمسجد الإمام الشافعي ومسجد سيدنا الإمام الحسين. سافر بعدها السعودية لأداء فريضة الحج، وهناك طلب منه السعوديين تسجيل تلاوات للمملكة تتذاع في الراديو. سجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلاوات أشهرها اللي سجلها في الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، لقبوه بعدها بصوت مكة أو الصوت الملائكي. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. رحل عن عالمنا صاحب الحنجرة الذهبية يوم 30 نوفمبر سنة 1988 وهو عمره 61 سنة.